بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 32 بعد 132. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد إخواننا في المنطقة الغربية. يقول المرسل: عينها أخونا، عرضنا جزءا كبيرا من أسئلته في حلقة مضت، وبقي له أجزاء أخرى من رسالته نحاول أن نستعرضها في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. فالسؤال الذي يسأل عنه الآن يقول: فضيلة الشيخ، يقوم بعض الموظفين في بعض الجهات بعمل جمعية دورية يشتركون فيها بأسهم متساوية 2000 ريال لكل شخص مثلا، ثم يقومون بتحديد الشخص الذي سوف يأخذ الأول وكذلك الثاني وهكذا، وذلك حسب الاتفاق فيما بينهم، وذلك بقصد مساعدة بعضهم بعضا. هل هذا العمل جائز شرعا أم أنه يدخل ضمن القروض التي تجر نفعا؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا السؤال يتكرر كثيرا، وذلك لكثرة وقوع هذه العملية بين الناس، وهو ما يسمى بالقرض الجماعي. يعني يجتمع جماعة من الموظفين، كل منهم يدفع قسطا معينا من النقود، ثم يأخذ هذا المجموع واحد منهم بالدور حتى يأتي عليهم جميعا، ثم يعود مرة ثانية من أولهم، وهكذا يتكرر. نعم. وفي نظري أن هذا القرض لا يجوز لعدة أمور. طيب. أولا، أنه قرض جر نفعا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. قد أجمع العلماء على معنى هذا الحديث، وهو تحريم النفع الذي يجره القرض لصاحبه، لأن القرض عقد رفاق يقصد منه القربة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يقصد منه النفع العاجل المادي. فالربح الذي يؤخذ على القرض أو الفوائد التي تؤخذ على القرض تشترط عند العقد، هذا ربا. وهؤلاء يشترطون: تقرضني بشرط أن أقرضك، أو أنا أقرضكم بشرط أن تقرضوني. وهذا نفع، نفع مادي يعود على المقرض. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا عقد مشروط في عقد، تقرضني بشرط أن أقرضك، كما لو قلت: أبيعك هذه السلعة على شرط أن تبيعني بالسلعة الفلانية، أن تبيعني السلعة الفلانية، أبيعك سيارتي بشرط أن تبيعني بيتك، أو أن تبيعني سيارتك، فهو بيع مشروط في بيع. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، كما فسر بعض أهل العلم هذا الحديث بذلك. الأمر الثالث أن هذه العملية فيها تحمل لديون لأشخاص كثيرين، ولا شك أن تحمل الديون أنه أمر صعب، والدين إذا كان لواحد فإنه أمر صعب، فكيف إذا كان لعدة دائنين وعدة غرماء؟ وقد يعرض للإنسان ما يعرض، إما أن يفصل من وظيفته، وإما أن ينقل منها إلى مكان آخر، فما مصير هذه الحقوق الجماعية عليه؟ إنها تتعرض للخطر، وهو يتعرض أيضا للإحراج. ربما يكون بعض هؤلاء الأشخاص سليطا أو بذيئا، فلا يسلم عرضه منه. فلو كان الدائن واحدا لكان أخف وأمكن التفاهم معه، أو يمكن أن يعذر، لكن إذا كانوا جماعة كثيرين فإن هذا مما يثقل كاهل هذا المدين ويعرضه للإحراج، وهذا أمر كان ينبغي تفاديه من الأول.
ومن يضطر أو يحتاج إلى قرض فليقترض من أحد إخوانه كما جرت به العادة وكما كان عليه المسلمون من قديم الزمان. وإنما جاءت هذه العملية جاءت إلى مجتمعنا من مجتمعات أخرى وهي عملية غريبة فيها ما ذكرنا من الأضرار وقد يكون فيها ما لم يظهر لنا الآن الذي ينبغي ترك هذه العملية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح ذكرتم القرض الحسن وأن الإنسان إذا محتاج يذهب إلى أخيه فيقرضه. بعض الناس يقترض من هذا وذاك لكن إذا جاء التسديد وإذا به في حال غير الحال الذي اقترض في وقته هل من كلمة يحفظكم الله؟ يقول الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا اقترض مالا أو استدان دينا ثم أعسر فإن الواجب إمهاله وإنظاره وإن عفى عنه صاحب الحق فهو أحسن. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة يعني أنظروه وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا عفى عن المعسر ووضع عنه الدين فذلك خير له وأنفع له عند الله سبحانه وتعالى وإلا فإنه يمهله إلى أن يستطيع التسديد ويسدد. أما المماطلة من القادر على الوفاء فهي محرمة. قال صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته والواجد هو الغني وليه يعني مماطلته. سماها النبي صلى الله عليه وسلم ظلما وأباها عرضه بأن يشتكيه صاحب الحق إلى ولي الأمر ويقول فلان ظلمني أكل مالي إلى غير ذلك. فهذا من الكلام في عرضه وهو مباح من أجل الوصول إلى الحق. وأما عقوبته فهي كما جاء في كلام أهل العلم عقوبته يعني سجنه وتعزيره حتى يسدد ما عليه من الحق. فلا يجوز للغني القادر على التسديد المماطلة تأخير الحق الذي عليه ومضايقة أصحاب الحق وإضرارهم بحقهم سواء كان قرضا أو غيره من الديون. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس يقترض من هنا وهناك شيخ صالح وظاهر حاله أنه غير معسر ولكنها المماطلة كما تفضلتم. أيضا هل من كلمة تحرك القلوب في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا. ينبغي الصدق في هذا ولا يخدع الناس ويظهر لهم أنه قادر على الوفاء وأنه غني وأنه سيسدد لهم عند الطلب وهو بخلاف ذلك. فإن هذا من الخديعة ومن الغش والاحتيال. والواجب على المسلم الصدق في معاملته مع الناس والوفاء بحقوقه عند طلبها وعند استحقاقها غير مماطلة لهم. ويحب الإنسان للناس ما يحب أن يؤتى إليه. فلو كان هذا الإنسان داين أحدا وأعطاه ماله ثم ماطل به ومنعه من حقه فماذا يكون حاله؟ إنه سيتألم ويتأذى بذلك ويغضب على من ماطل به ومكر به. كيف هو يرضى للناس الظلم والأذية ولا يرضى ذلك لنفسه؟ الإنسان يقيس الناس على نفسه. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الحديث من أراد أن يدخل أن تغفر له ذنوبه أن يدخل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلتأته منيته وهو يؤمن بالله ورسوله وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخونا في نهاية هذا الموضوع يسأل صلى الله عليه وسلم من أحب أن يدخل الجنة وأن يزحزح عن النار. طيب. من أحب أن يدخل الجنة نعم ويزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يؤمن بالله ورسوله وليحب وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. جزاكم الله خيرا. في نهاية هذا الموضوع يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول ما معنى قرض يجر نفعا وهل له ضابط يعرف به؟ القرض الذي يجر نفعا والذي اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم ربا هو أن يشترط المقرض على المقترض أن يرد عليه زيادة في القرض كأن يقول أقرضك 10 على أن ترد علي 11 أو 15 زيادة في المقدار أو يشترط عليه نفعا آخر كأن يقول أقرضك هذا المبلغ بشرط أن تسكنني دارك أو أن تعطيني سيارتك أركبها إلى محل كذا وأسير عليها أو تعطيني مزرعتك أزرعها وأستفيد من ثمرها وزراعتها إلى أن تسدد أو ما أشبه ذلك من المنافع. فالنفع المشترط عند العقد يعتبر ربا. أما إذا لم يشترط نفعا بل أقرضه لوجه
الله يريد بذلك التيسير على أخيه، ولكن المقترض عند الوفاء زاد من عنده من غير اشتراط، فهذا لا بأس به، بقوله صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم وفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم اقترض أكرا من الإبل ورد مكانه خيارا رباعيا وقال خيركم أحسنكم قضاء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في قضية أخرى: كفلت شخصا في قرض، ولكن هذا الشخص ما طلب السداد، وكثرت الخطابات الموجهة إلى عملي تطالبني بالسداد، وكذلك مطالبتي من قبل الشرطة حتى تم حساب الأقساط من راتبي. وقلت في نفسي: لما هذا التعب؟ أحلف ألا أكفل أحدا أبدا، وأريح نفسي من هذه المشاكل والروحات والجيات على مركز الشرطة. وفعلا حلفت ألا أكفل أحدا أبدا. ولكن فضيلة الشيخ، ليس كل الناس يماطل، والإنسان يحتاج إلى إخوانه في أشياء كثيرة، وبذل المعروف مطلوب، ومساعدة المحتاج مندوبة. فهل تنصحني فضيلة الشيخ بأن أحنث وأكفر عن اليمين أثابكم الله؟ نعم، الكفالة عقد ورفاق ونفع للمسلمين، توسع على المسلمين، لا سيما من كان محتاجا ولم يقدر على الحصول على قرض أو دين إلا بكفيل، فإن هذا من الإعانة على الخير والإعانة على النفع. قد قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. قال صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الكفالة فيها عون للمسلم وفيها فعل خير ومعروف. وكما ذكر السائل، ما كل الناس يكون مماطلا ويضايق الكفيل ويحرجه، بل كثير من الناس والحمد لله على مستوى من الأخلاق والديانة والأمانة، وإنما يحتاجون إلى الكفلاء من باب التقوية وإيجاد الثقة بهم عند الناس. وما دمت قد حلفت ألا تكفل أحدا، فإن الأمر في ذلك يسير والحمد لله، وهو أن تكفر عن يمينك وأن تكفل من يستحق الكفالة من إخوانك المسلمين، لأن هذا حلف على ترك فعل الخير. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. الله تعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. أي لا يحلف الإنسان على ترك فعل الخير، هذا نهي من الله سبحانه وتعالى أن يجعل العبد اليمين بالله حائلة بينه وبين فعل الخير. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب في ذلك، وهو أنه يكفر عن يمينه ويفعل الخير والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى أخواتنا تقول: المرسلة دال عين عين قاف الحميدي أو الحميدي، تقول: هناك 3 شباب يريدون الزواج، وأبوهم لا يعطيهم المال، وهم ليس لديهم المال. هل إذا ساعدتهم بمبلغ من المال يكتب لي أجر وفعل خير، حيث أن لدي مجموعة من الذهب حصلت عليها من زوجي ومن أهل الخير الذين كانوا يعرفون أن حالتي المادية سيئة، وحينئذ تبرعوا لي بشيء من زكوات أموالهم؟ لا شك أن مساعدة من يريد الزواج وهو لا يقدر عليه أن هذا من أعمال الخير، بل هو من أعظم أنواع الإحسان. فمساعدة من يريد الزواج وهو لا يقدر عليه هذا من عمل الخير، والإعانة على أمر مهم وهو الإعفاف، إعفاف المسلم، وفيه أجر عظيم. ولكني لاحظت من السؤال أن السائلة تأخذ من الناس الصدقات وهي في غنى عنها، ولا سيما الزكاة، وهذا أمر لا يجوز. ولا يجوز للإنسان أن يأخذ الصدقات والزكوات وهو ليس بحاجة إليها، ثم يقول: أنا أتصدق بها أو أنا أحسن بها إلى الناس. هذا أمر لا يجوز، لأن الصدقات لا تحل إلا للفقراء والمساكين. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فإذا كانت في غنى فإنها لا تأخذ هذه الصدقات ولا تحل لها الزكاة، وإن كانت ذات حاجة فإنها تأخذ من الزكاة ومن الصدقات المستحبة بقدر حاجتها، ولا تأخذ زيادة على حاجتها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الأخوة المستمعين بعث برسالة وضمنها جمعا من القضايا. في إحدى قضايا يقول: إنه فقير وليس له صنعة، وحاله يعلم به الله، وحينئذ يسأل عن نفقة والديه وإخوته، تجب عليه وحاله ما ذكر، جزاكم الله خيرا؟ تجب النفقة على القريب المحتاج من الوالدين وغيرهما، على من عنده شيء يزيد
يزيد عن حاجته هو في نفسه. قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. فإذا كان هذا السائل ليس عنده ما يزيد عن نفقته هو فإنه لا يجب عليه أن ينفق على أقاربه، وإن زاد عنده شيء فإنه يبدأ بالأقرب فالأقرب، يبدأ بزوجته وأولاده وأبويه إلى غير ذلك، الأقرب فالأقرب. الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول له ابنة عم ليست بتلك الجميلة ولم يرغب الرجال فيها، وحينئذ أريد أن أتزوجها واشترطت عليها أن تتخلى عن العدل فترضى بما يقسم، هل يجوز لذلك أو لا؟ اشتراط أن تتخلى عن العدل هذا فيه إحراج لها وفيه مثار للنزاع فيما بعد، فإذا كنت لا تستطيع العدل معها الأحسن أن تتركها. إن الله سبحانه وتعالى لما أباح التعدد الزوجات قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الذي لا يأمن على نفسه الحيف والجور فإنه لا يجوز له أن يقدم على الزواج وهو لا يستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة قيل هي تكاليف الزواج، وقيل هي أن يكون فيه شهوة للنساء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أحد إخوته طلب منه أن يسأل عن قضية يعايشها، وهي أنه ليس لديه إقامة نظامية ولديه سيارة ينقل بها أناسا أيضا ليس لديهم إقامات نظامية. نعم. ويقول إن له أخ طلب منه أن يسأل عن هذه القضية، وهي أنه شخص يقيم لكن ليس لديه إقامة نظامية ولديه سيارة ينقل فيها أناسا ليس لديهم أيضا إقامة النظامية، ويسأل عن حكم الشرع في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. هذا الموضوع لا يجوز لأن فيه تعريضا نفسه للعقوبة، يعني مخالفة نظام الدولة يعرض الإنسان للعقوبة والخطر، لا يجوز للإنسان أن يقدم على ذلك، بل عليه أن يمشي مع الأصول ومع النظام الذي شرعته الدولة لمصلحة المجتمع، مصلحة المسلمين لما في المخالفة من الضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم إلا شرط حل حراما وحرم حلالا، ويقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، الواجب تجنب ما فيه ضرر على الإنسان أو ضرر على غيره. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من مكة المكرمة رمز إلى اسمه بالحروف سين دال، يقول أريد من فضيلتكم أن تحدثوني عن الإخلاص وكيف أبتعد عن ضد ذلك، وما هو الرياء، وما هي الأسباب التي تبعدنا عن الشرك، نرجو الإجابة منكم يحفظكم الله. الإخلاص واجب على المسلم أن يخلص لله سبحانه وتعالى في عبادته، والإخلاص معناه تخليص القصد لله عز وجل في العبادة والنية، وأن لا يكون للإنسان في عبادته مقصد آخر من رياء أو سمعة أو طمع دنيوي، لأن يريد بأعماله الطمع الدنيوي أو يريد المدح من الناس أو رؤية الناس له وما أشبه ذلك، فإن هذا يحبط العمل ويفسد العمل ويوجب غضب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول سبحانه وتعالى أدعو الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ولإني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. الإخلاص هو إفراد الله جل وعلا بالنية والقصد، وأن لا يكون في نية الإنسان شركة لغير الله سبحانه وتعالى. الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا هو الإخلاص، وإنما تتوصل إلى الإخلاص إذا عرفت أنواع الشرك الخفية والظاهرة من أجل أن تتجنبها، وهذا إنما يتم بدراسة هذه الأمور ومعرفتها على بصيرة وسؤال أهل العلم، لأن من لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. فواجب على المسلم أن يتعلم التوحيد
وأن يعرف أنواع الشرك ومداخل الشرك من أجل أن يتجنبها ويحذر منها. فلا يمكن للإنسان أن يخلص وأن يتجنب الشرك إلا إذا عرفه وعرف أنواعه وعرف مداخله حتى يتجنبها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم.